ازاي؟ النهارده هنعمل مع بعض الكب كيك، بس مش الكب كيك العادي، هنغير فيه تريكات وهنحط مقادير مختلفه علشان يبقى مفيد وصحي واقتصادي. وبس يلا ننتقل للمقادير. رجعنا لكم مع المقادير. معانا هنا فانيليا، ومع نص كوبايه سكر، معانا بيضتين ونص كوبايه زيت وزبده، معانا معلقه خل كبيره وكوبايه لبن، معانا نص كوبايه شوفان مطحون، ومعانا هنا بيكنج باودر، ومعانا نشا ودقيق وكاكاو خام. اوكي دلوقتي هنبدا ناخد البيض. اول حاجه نحط بيضتين، بعد كده نجيب السكر وهنضربهم هما الاثنين مع بعض. الدقيق، بيت الدقيق، ونحط نص كوباية الشوفان المطحون، نحطه مع الدقيق علشان، والبيكنج باودر منساش نحطه، نحطه معلقتين، بعد كده نحط النشا منسيبش ولا حتة عشان كل جزء بيبقى ليه مهمة في الكب كيك بتاعنا. نقلب من فوق لتحت بالمنظر ده. الفانيليا، بعد كده هنحط الزبدة والزيت مع بعض، بعد كده هنخلطهم مرة تانية. يبقى بالقوام الكريمي ده، بعد كده نحط كوباية اللبن، نحط شوية شوية. اوكي نضرب مرة تانية. لو عمل زي حتت كده موجودة على الوش هنضربه بالمضرب الكهربائي. دلوقتي هنفصله ونحط هنا جزء. اوكي تمام كده اللي بالكريمة دان. دلوقتي هننتقل على الكاكاو. طبعا هنحط كوباية معلقتين الكاكاو الخام على الخليط بتاع الكب كيك الفاتح، نحط له بس شوية معلقة لبن عشان نخففه بيها. الكب كيك، عجينة الكب كيك اللي بالفانيليا، وهنا معانا الشوكولات، وهنا معانا القوالب اللي هنحط فيها الكب كيك. فأول ما نحط العجينة هنفردها بالسمنة وهنحط عليها دقيق لكل واحدة، هنقصها كده. اوكي بسم الله نبدا بقى نحط. من هنخليهم مستويين، دي حاجه اصعب لكن هنحاول. اوكي دلوقتي خلصنا من الفانيليا ونبدا الشوكليت. عبد الله ممكن تحط شويه نص نص.
ممكن نشكل نعمل ندخل جوه الشوكليت بالكريمه وندخل فانيليا. حط حط هنا دوسي 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 كمان انت حط هناك. ايوه بس خلاص شكرا. معانا هنا قوالب الكب كيك السيليكون ممكن نستخدمها او ممكن نستخدم دي، فهنحطهم في الفرن ولكن نكون شغالين الفرن قبلها على درجة حرارة 180 بس. يلا ندخلهم الفرن وهتقعد في الفرن مدة ساعة الا ربع او نص ساعة. هلا دلوقتي جه دور التزيين، فهنحتاج كوباية من الكريم شانتيه وكوباية لبن مثلج ولون طعام احمر واصفر. هنخليه مموج ونحط زي نقط صفر كده على جنب الكيس الحلواني. بعد ما ضربناه هنحط لون احمر. الكب كيك النهائي اللي طلع في شكله حلو مع الكريمة اللي حطيناه. اوكي ده الكب كيك هش وطري وزي الاسبونج بالظبط. بالهنا والشفا.